مشاهدينا الكرام السلام عليكم قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مسألة العودة إلى فرض الحجر الصحي الشامل مرتبطة بتطورات الوضعية الوبائية مؤكدا أن لا أحد يمكنه تحديد ما يمكن أن يقع خلال بضعة أسابيع من الآن وأضاف العثماني في حوار مع إذاعة ميديا آه اليوم الخميس أنه كما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى العشرين غشت فإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي العام في البلاد قائمة في حالة تدهورت الوضعية الوبائية وانتشر الفيروس بشكل كبير وتأسف العثماني من استهتار بعض المغاربة بالفيروس وقلة الوعي لديهم بخطورته وبالوسائل التي ينتشر بها حيث قال ما يمكنش كل واحد ندير له بوليسي الناس خاصهم يحسوا بالمسؤولية وبأن هذا المرض صعيب ونبه رئيس الحكومة إلى ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات المعنية من أجل هزم الوباء ويذكر أن المغرب عرف اليوم الخميس تسجيل رقم آخر مقلق في عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابات بفيروس كورونا حيث تم الإعلان عن 27 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة الأخيرة هذا وسجلت حالات الوفاة الجديدة بكل من مدن الدار البيضاء ثمان حالات مراكش وفاس ثلاث حالات صفر وطنجة حالتان بكل مدينة مكناس شفشاون تطوان شيشاو أكادير وجدة الرباط تنغير بني ملالة حالة بكل مدينة وبذلك ارتفع مجموع حالات الوفيات بالمغرب منذ تفشي الجائحة في الثاني من مارس الماضي إلى 1011 حالة